لا تثني شدة برودة الطقس في جبال سجنان شمال تونس حنان سعيداني وغيرها من نساء المنطقة عن العمل. في هذه الجبال كانت حياتهن منقطعة، طين الجبل بنى لهن جسر عبور إلى الإبداع. تحول حنان الطين إلى قطع من التحف والأواني الفخارية قبل البحث لها عن سوق لترويجها. كنا نساء يعني متهمشين شوي، كنا نخدموا في الدار وفي الطريق تعبين، ومن بعد كي تكوننا في الجمعية هذية وحكينا على ظروفنا كيفاش نمروا بالخدمة هذية اللي هي تعب متعب شوي، ومن بعد يعني تكوننا في الجمعية هذي، وجمعية معناها تحسنت فينا ولنا نقدموا نخرجوا في معارض يعني ولا شوية ترويج. في البداية كان هدف حنان تحسين مستوى عيشها من خلال بيع منتجاتها، غير أن مشاركتها في بعض الندوات والدورات التدريبية بمعية جمعيات ومنظمات تعنى بالمرأة الريفية دفعت حنان وبقية نساء سجنان إلى البحث عن حقوقهن الاقتصادية والوعي بدورهن كنساء فاعلات ومنتجات في مجتمعهن رغم الصعوبات. المرأة تنجم تفركس على حقها اللي كانت بالنسبة للمرأة اللي قارية واللي ما هيش قارية، احنا نقولوا لها معناها حق في شنو وحق في شنو، حست روحي اللي هي قادرة معناها على كل الحاجات يعني تخدمها إلى هنا. المشروع هذا الشراكة يسعى إلى تمكين المرأة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية متاع المرأة بسجن عامة، وفي نفس الوقت تدعم الجمعية لحتى هي تكون المسؤولة على المشاريع متاعها وعلى البرامج متاعها. باتت حنان سعيداني وأغلب نساء سجنان العاملات في صناعة الخزف والفخار يبحثن عن أسواق جديدة لمنتجاتهن وعن دور في صلب المجتمع المدني أيضا. اللي عندي صنعتي مثلا مش نحب نوصل بها، مثلا نقربها صغاري نصرف منها كل شيء منها، هي يعني عندها أمل في روحها مثلا كي نخدم الصنعة هذيك ونشد مثلا الحاجة هذيك مثلا نلقى روحي مفيدة بها فرحانة بها، مش نخدم فيها ونبيعها ب 400 فرنك ولا ب 300 فرنك. مع الوقت تتخطى أعمال نساء سجنان صناعة بعض الأواني لتبلغ مستوى فني تختلف تعبيراته وتتنوع تشكيلاته، وبتطوره يطمحن إلى الريادة في مجال الخزف والصناعات التقليدية. ريادة الأعمال باتت هدفاً ممكناً بالنسبة إلى نساء سجنان بمعية المجتمع المدني. تمكين المرأة الريفية من حقوقها الاقتصادية يصطدم بضعف دعم الدولة للمرأة في هذه المناطق النائية. من منطقة سجنان شمال تونس، جلال موانع لليوم على الحرة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا الآن من تونس فتحية السعيدي أستاذة علم الاجتماع. أهلا بك معنا أستاذة فتحية. في البداية بعد نحو 3 سنوات من اندلاع الثورة التونسية، أين برأيك وصلت مسيرة المرأة التونسية؟ بعد 3 سنوات من 14 معناها جانفي نجم نقوله أنه المرأة التونسية ما زالت معناها محافظة على مكتسباتها، ما زالت المكتسبات المرأة معناها محمية ومراعاة داخل المجتمع، خاصة بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 45 واللي نعتبروه معناها خطوة مهمة في مجال معناها حقوق النساء، لأنه هذا الفصل جاء ليكرس من جديد أو ليكرس من جديد هذه المكتسبات ويدعو الدولة إلى حمايتها وتدعيمها إلى غير ذلك. لكن في نفس الوقت هنالك إقرار لمبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وإقرار مبدأ التناصف في الهيئات الانتخابية، إلى جانب أن الدولة محمولة على القضاء على العنف المسلط على النساء، وهذا بالنسبة لي أعتبر أنه مكسب كبير، لأن هذا الفصل 45 جاء ليقيم نوع من التوازن بين الفصل 20 الذي يقول أن المواطنين
المواطنات والمواطنين سواء أمام القانون، وأيضا الفصل 33 الذي يقر بحق المرأة في الانتخاب والترشح لكل الهيئات المنتخبة. بالنسبة لحقوق النساء في التقدم، لكن يبقى على المستوى أو مسألة إدماج النساء في الحياة الاقتصادية مسألة معناها ما زالت تحتاج الكثير من البرامج، الكثير من المشاريع. منذ حين كنت معكم معناها أشاهد هذا التقرير من مدينة سجنان، نحب نقول أن هذه المشاريع موجودة من قبل، هنالك شبكة للحرفيات في تونس، وهنالك جمعيات تعمل في هذا المضمار وتحاول أن تشجع النساء على معناها دخول إلى الحق معناها الاقتصادي، لأن هذه المهن هي مهن تقع في المجال أو في القطاع المهمش أو الهامشي أو القطاع غير المهيكل. يبقى دائما إذا معناها حبينا نشوفوا مسألة إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية، ما زالت معناها فجوة النوع الاجتماعي ما زالت كبيرة داخل المجتمع. نفس الشيء بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، فجوة النوع الاجتماعي ما زالت كبيرة، وهذا يحتاج ليس فقط إلى قوانين وإنما إلى مشاريع أخرى. نعم. طيب، أشرت ربما سيدة فتحية إلى دور المرأة في الوضع الاقتصادي الراهن، طيب ما هي أهم التحديات التي تواجهها الآن؟ بالنسبة للتحديات اللي تواجهها المرأة ساعة، فما التحدي في المجال الاقتصادي هو تحدي الفقر والبطالة، لأنه الفقر والبطالة معناها قاعدين، نسبة الفقر والبطالة في تونس قاعدة ترتفع، وهنالك تأنيث للفقر وتأنيث أيضا للبطالة داخل المجتمع، وهذا معناها تحدي كبير جدا في مجال حقوق النساء. التحدي الثاني، وإن كان معناها أنه وصلنا إلى ضمان التناصف في الهيئات المنتخبة بين النساء والرجال تماما مثل ما حدث خلال انتخابات 23 أكتوبر، إلا أن هذا يتطلب معناها إقرار قوانين عادية، وهذا سنرى مع الحكومات التي ستأتي بعد إلى أي مدى ستلتزم بهذا البند أو بهذه المادة الدستورية الموجودة في الدستور التونسي. تحدي معناها آخر هو تغيير العقليات، لأنه العقليات داخل المجتمع ما زالت عقليات ذكورية، ما زالت عقليات أبوية، ما زالت المرأة معناها ينظر لها كمواطنة من درجة ثانية. معناها هنالك تحديات كثيرة، لكن مع ذلك تبقى المرأة التونسية متقدمة مع بالحديث مع نظيراتها في بلدان عربية أخرى. العقليات، تحدثت عن تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، وأيضا هناك محاولات لتمكين المرأة في المجال السياسي في عدة مسارات مختلفة. بشكل عام، كيف تنظرين إلى تأثير التيارات المتشددة على هذه المسيرة في شتى المسارات؟ مما لا شك فيه التيارات المتشددة أو ما يسمون ما نسميهم في تونس بالسلفيين أو بالتيارات معناها الدينية المتشددة، بالتأكيد أنها تحمل في ذاتها مشروع اجتماعي مختلف تماما على المشروع الاجتماعي الذي كبرنا عليه والذي معناها تعودت عليه تونس، وهو مشروع معناها تحديث المجتمع، لأنه الدولة التونسية كان خيارها منذ 56 هو تحديث الدولة والمجتمع، ولذلك قامت بالعديد من إجراءات في المجال القانوني بعلاقة بتحرير المرأة. مما لا شك فيه هذه الطيارات تهدد هذا النموذج، لأنها تقر بنموذج ثاني. هنالك اليوم على مستوى التصور العام أو على مستوى الصورة الاجتماعية أصبح هذا التيار معناها بارز من خلال حتى النساء اللي أصبحنا يلبسنا مثلا ما يسموه بالحجاب أو باللباس الشرعي، هنالك النقاب، مسألة معناها لم نتعود عليها من قبل في تونس، لكن مع ذلك أعتقد بأنه المرأة صمام للأمام داخل المجتمع التونسي، وهي عنوان للحداثة، وسوف لن يكون هنالك تفريط في حقوقها أو في مكتسباتها. كذلك بالفعل سيدة فتحية السعيدي، أستاذة علم الاجتماع، كنت مباشرة معنا من تونس، شكرا لك على هذه التوضيحات.